بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: شروط النكاح. الشرط الأول تعيين الزوجين، الشرط الثاني رضاهما، الشرط الثالث الولي، الشرط الرابع الشهادة. قال رحمه الله: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين. شاهدين عدلين محافظين على الفرائض ومبتعدين عن المعاصي، ذكرين رجلين مكلفين أي بالغين عاقلين، سميعين ناطقين. هذه شروط الشهود. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: هذا المذهب وهو قول أبي حنيفة والشافعي رحمهم الله لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البغايا أي الزواني اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة. رواه الترمذي. فالزانية هي التي تنكح بدون شهود، أما النكاح الشرعي لا بد من شاهدين عدلين. قال رواه الترمذي رحمه الله. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لا بد من ولي وشاهدين عدلين. قال الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني رحمه الله في الأوسط من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير. فإن كان هو الواسطي الكبير وهو ثقة، وإلا فلم أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه رحمهم الله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث عمران رضي الله عنه. رواه الدارقطني رحمه الله. وأخرج مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه. لا بد من رجلين عدلين. قال: هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. فلا بد من شاهدين رجلين عدلين. قال: وهو قول علي وعمر وابن عباس رضي الله عنهم وأكثر العلماء. وعند مالك رحمه الله الشهادة ليس بشرط في صحة النكاح، ولكن الحديث دليل على أنه لا بد من ولي ولا بد من شاهدين.
قال الترمذي رحمه الله بعد سياق الحديث المتقدم: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين رحمهم الله وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود، لم يختلفوا في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. قلت: وأحاديث هذا الباب وإن كانت لا تخلو من مقال، يعني فيها ضعف، فبكثرة طرقها يقوي بعضها بعضا، فلا بد من ولي وشاهدي عدل. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النكاح يصح مع الإعلان وإن لم يشهد شاهدان، وهو قول مالك واختيار ابن حزم المحلى، لا بد من شاهدين كما تقدم في الحديث. قال: ومن شروط النكاح الشهادة كما تقدم، وليست الكفاءة. قال قوله: وليست الكفاءة، الكفاءة على المذهب مفسرة على خمسة أشياء: الدين، أهم شيء الدين، أن يكون اتفاق الدين. الكفاءة على المذهب مفسرة على خمسة أشياء: الدين، أن يشترط الدين، فلا يكون الفاجر والفاسق كفءاً لعفيفة. الشرط الثاني المنصب، وهو النسب، فلا يكون من ليس من العرب كفءاً لعربية. الثالث الحرية، فالعبد المملوك ليس كفءاً لحرة. الرابع الصناعة، فلا يكون صاحب صناعة دنيئة أي حقيرة كالحجام والحائك أي الذي يصنع الحذاء، والكساح أي الكناس، كفءاً لبنت من صناعته جليلة كالتاجر والبزاز بيع القماش وصاحب العقار. الشرط الخامس اليسار، بمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة، فلا يكون المعسر كفءاً لموسرة. قوله: وهي دين، دين ومنصب، وبذلك قال الثلاثة والجماهير من المحدثين والفقهاء رحمهم الله، والأدلة من الكتاب والسنة لا تحصى كثرة. الكفاءة في الدين أن يكون مسلم، وقد ترجم البخاري رحمه الله بقوله: باب الكفاءة في الدين، شرط أن يكون في الدين. وقوله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، الآية. ثم ساق البخاري رحمه الله من الأدلة ما يدل على أن الكفاءة هي الدين لا غير، أن يكون دين مستمسك بدينه. قال: ومنصب، وهو النسب والحرية، شرطاً في صحته، فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرضى من المرأة والأولياء الفسخ. قال في الإنصاف: وها وهو المذهب عند أكثر المتأخرين، واختاره أبو الخطاب والمصنف وابن عبدوس وصححه في النظم، وجزم به في العمدة اسم كتاب، والوجيز اسم كتاب، والمنور اسم كتاب. قال في الرعايتين: وهو أولاً للآثار، وقدمه في المحرر والفروع. قلت: وهو الصواب الذي لا يعدل عنه. قال محرره: وهو الحق
الذي يجب أن يعمل به، يعني شرط الدين. وبهذا القول قال الجماهير من العلماء رحمهم الله، ومنهم الأئمة الثلاثة رحمهم الله، ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أفضل الناس التقي، فالكفاءة في الدين. قال وقال عليه السلام: يا بني بياضة، قبيلة، يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، أي زوجوا أبا هند وهو حجام، وأنكحوا إليه وكان حجاما. فالكفاءة في الدين. وزوج علي عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش القرشية رضي الله عنها من زيد، زوجها من زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وزوج فاطمة بنت قيس الفهرية من أسامة ابنه، فدل على أن الكفاءة في الدين. وتزوج بلال رضي الله عنه بأخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وتزوج سالم وكان مولاً لامرأة من الأنصار ابنة الوليد بن عتبة بن ربيعة. وقال في المغني: الصحيح أنها غير مشروطة، يعني النسب، وما روي فيها يدل على اعتبارها في الجملة ولا يلزم منه اشتراطها. وقال ابن القيم رحمه الله: فالذي يقتضيه حكمه صلى الله عليه وسلم اعتبار الدين في الكفاءة أصلاً وكمالاً، الكفاءة في الدين. فلا تزوج مسلمة بكافر، المسلمة لا تزوج بكافر، ولا عفيفة بفاجر، امرأة عفيفة تقية لا تزوج بفاجر. ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمراً وراء ذلك، يعني الدين، الكفاءة في الدين. فإنه حرم على المسلمة نكاح الزاني الخبيث، ولم يعتبر نسباً ولا صناعة ولا حرفة. فيجوز للعبد القن المملوك نكاح الحرة النسبية الغنية إذا كان عفيفاً مسلماً. وعن أحمد رحمه الله أن الكفاءة شرط في صحة النكاح، قال: في الإنصاف، وهي المذهب عند أكثر المتقدمين. قال الزركشي رحمه الله: هذا المشهور والمختار لعامة الأصحاب من الروايتين، وصححه في المذهب ومسبوك الذهب اسم كتاب. والخلاصة قال ابن منجى رحمه الله في شرحه هذا المذهب، وقطع به الخراقي رحمه الله وقدمه في الهادي اسم كتاب، والرعايتين اسم كتاب، والحاوي الصغير، وهو من مفردات المذهب ومن أدلة هذا المذهب. هذا القول ما يأتي. على كل، الصحيح أن المهم الدين، الكفاءة في الدين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضها أكفاء لبعض، والموالي بعضهم أكفاء لبعض. قال الهيثمي رحمه الله: رواه البزار رحمه الله، وفيه سليمان ابن أبي الجون، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال المعلق: موضوع، أي هذا مكذوب، لم يقله الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكره الهيثمي رحمه الله في المجمع، وقال: رواه البزار ومنه سليمان ابن أبي الجون، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء اسم كتاب: موضوع، أي مكذوب، لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال عمر رضي الله عنه:
لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننكح نساء العرب. رواه الطبراني في الأوسط رحمه الله، وله في الكبير: نفضلكم بفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العرب، لا ننكح نساءكم. قال الهيثمي: ورجال الكبير ثقات. وفي إسناد الأوسط السري بن إسماعيل وهو متروك. على كل حال، هذه الروايات فيها كلام، والصحيح أن الكفاء في الدين، فمن لم يرضى من المرأة الأولياء الفسخ، الذي لم يرضى له أن يفسخ النكاح. فلمن لم يرضى من المرأة أو الأولياء الفسخ. بنحو ذلك قال مالك والشافعي رحمهم الله، وعند أبي حنيفة رحمه الله: إذا رضيت المرأة وبعض الأولياء لم يكن لباقي الأولياء فسخ، لأن هذا الحق لا يتجزأ. والقول بجواز الفسخ إذا زوجت العفيفة بالفاجر هو الحق والصواب. تنبيهان: قال في المغني: والكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة. الثاني قال شارح المنتهى: على الشهادة في النكاح، فلا تصح شهادة أبي الزوجة أو جدها فيه، يعني لا يقبل شهادة أبو المرأة أو جدها، ولا ابنها ابن المرأة، وكذا أبو الزوج لا يشهد، وجده وابنه وابن ابنه وإن نزل للتهمة، أي حتى لا يتهم بأنه شهادته فيها نظر، وكذا أبو الموالي وابنه. فشهادة الأصول والفروع غير صحيحة. الأصول الأب والجد، والفروع الولد وولد الولد وأن نزل. أما سائر العصبة كالإخوة وبنيهم والعمومة وبنيهم فشهادتهم صحيحة. باب المحرمات في النكاح. تحرم أبداً الأم وكل جدة وإن علت، والبنت وبنت الإبن وبنتاهما من حلال وحرام، وإن سفلنا، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا، والملاعن على الملاعن. قوله من حلال وحرام، فلو كان له بنت من زنا والعياذ بالله فتحرم، لعموم قوله تعالى: وبناتكم. وبهذا قال جماهير العلماء رحمهم الله، منهم مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وقال الشافعي بالجواز مع الكراهة. فائدة: والمحرمات بنص القرآن العزيز 14، 7 من النسب: الأم وإن علت، يعني الأم والجدة، والبنت وإن سفلت، والأخت والخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت، وأربع بالمصاهرة: أم الزوجة والربيبة بنت الزوجة إذا دخل بالأم، وزوجة الأب وزوجة الإبن، واثنتان بالرضاع: الأم المرضعة والأخت من الرضاعة، وواحدة من جهة الجمع، الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. والمحرمات قسمان: محرمات إلى الأبد يعني دائماً، ومحرمات إلى أمد أي إلى وقت محدد. والمحرمات على الأبد 5 أقسام: الأول المحرمات بالنسب وهن 7 وتقدم بيانهن، الثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على الأمة، الثالث
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه فلا تحريم، ويأتي إيضاحه قريبا إن شاء الله. الرابع المحرمات بالمصاهرة، وتقدم بيان ذلك. أم الزوجة وبنت الزوجة إذا دخل الزوج بأمها وزوجة الابن، هؤلاء محرمون محرمات بالمصاهرة، واثنتان بالرضاع، الأم المرضعة والأخت المرضعة والأخت من الرضاع، وواحدة من جهة الجمع، الجمع بين الأختين، والجمع بين المرأة وعمتها، والجمع بين المرأة وخالتها. والمحرمات على الأبد خمسة، خمسة أقسام. الأول المحرمات بالنسب، وهن سبع وتقدم بيانهن. الثاني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم محرمات على الأمة. الثالث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فكل امرأة حرمت بالنسب حرم مثلها من الرضاع إلا أم أخيه وأخت ابنه فلا تحريم، ويأتي بإيضاحه قريبا. الرابع المحرمات بالمصاهرة، وتقدم بيان ذلك. الخامس المحرمات باللعان، إذا رمى الرجل زوجته بالزنا ولعن بينهما الإمام حرمت تلك المرأة على الملاعن. والمحرمات إلى أمد نوعان، إحداهما لأجل الجمع، الجمع بين الأختين، فيحرم الجمع بين المرأة وعمتها أخت أبيها، أو المرأة أختها أو خالتها، وكذلك أختها. والنوع الثاني لعارض محرمة لسبب يزول، كالمعتدة والمستبرأة والزانية حتى تتوب، ومطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، والمحرمة بحج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. قوله والملاعنة على الملاعن، لما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين الرجل والمرأة: حسابكما على الله، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها. وروى الدارقطني رحمه الله عن سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المتلاعنين قال: ففرق بينهما صلى الله عليه وسلم وقال: لا يجتمعان أبدا. الملاعنة محرمة على الملاعن أبدا. وقال علي وابن مسعود رضي الله عنهما: مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إذا أكذب نفسه جلد الحد وكان أحد الخطاب. ولكن الملاعنة محرمة على الملاعن، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أم أخته وأخت ابنه. قال: هذه قاعدة من قواعد الشريعة، لحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. رواه الجماعة، ولفظ ابن ماجة من النسب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، وفي لفظ من النسب، متفق عليه. والرضاعة المحرم أن يكون خمس رضعات، وأن يكون الطفل دون الحولين، فبذلك يحرم الرضاع، الرضاع يحرم. قوله: إلا أم أخته وأخت ابنه، قال في الإقناع وشرحه: فلا تحرمان بالرضاع. وفيه أربع صور، ولهذا قيل: إلا المرضعة وبنتها على أبي المرتضع وأخيه من النسب.
المرضعة لا تحرم على أبو الطفل الذي رضع، وكذلك لا تحرم على أخيه من الرضاعة، وإلا عكسه، أي أم المرتضع وأخته من النسب لا يحرمان على أبي المرتضع ولا ابنه الذي هو أخو المرتضع في الرضاعة. والحكم صحيح، لكن الأظهر وقال في التنقيح وغيره، لكن الصواب عدم الاستثناء، لأن إباحتهن لكونهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم بالنسب. وقال ابن كثير رحمه الله: والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك، لأنه يوجد مثل بعضها في النسب، وبعضها إنما يحرم من الجهة الصهر، فلا يرد على الحديث شيء أصلاً البتة. قال: ويحرم بالعقد زوجة أبيه، إذا عقد الأب بامرأة تحرم على الولد. ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت بعد الخلوة أبحنا. قوله: وزوجة أبيه وكل جد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وهذا بالإجماع. زوجة الأب زوجة الجد محرمة. قوله: وأخت زوجته، وبذلك قال الأئمة الثلاثة أن الجمع بين الأختين محرم. لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. لا يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها أخت أبيها، أو بين المرأة وخالتها أخت أمها، الجمع بينهما لا يجوز. قوله: وأخت زوجتي، وبذلك قال الأئمة الثلاثة رحمهم الله، لقوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، رواه الجماعة. قاعدة: يحرم الجمع بين كل امرأتين لو كانت إحداهما ذكرًا والأخرى أنثى، حرم نكاحه لها، وتحرم إلى أمد، أي إلى وقت محدود، أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما. عن الجمع يحرم، فإن طلقت يعني واحدة منها المحرمات وفرغت العدة أبحنا، إذا طلقت الأخت وتمت عدتها يجوز أن يتزوج أختها، وإن تزوجهما في عقد أو عقدين معاً بطلا، إذا عقد عليهما في عقد واحد بطلا كلاهما. فإن تأخر أحدهما أو وقع في عدة أخرى وهي بائن، أي طلاقها طلقة ثالثة أو خلع أو رجعية، بطل. قوله: وهي بائنة أو رجعية، بطل. وبه قال أبو حنيفة رحمه الله، وقال مالك والشافعي رحمهم الله: إذا كان الطلاق بائناً يعني طلقة ثالثة أو خلع، يجوز أن يتزوج الخامسة والرابعة في عدته، وأن يتزوج الأخت أختها في عدة منه، وأن يتزوج بكل واحدة
ممن يحرم عليه الجمع بينهما، يعني إذا طلقت وتمت عدتها يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها إذا تمت المطلقة عدتها. وأما إذا كان الطلاق رجعياً فاتفقوا على عدم الجواز، إذا طلق أختها طلاقاً أولى أو طلقة ثانية فلا يجوز أن يتزوج أختها لأنها لم تزل أخت مزوجة حتى تتم العدة. قال: وتحرم المعتدة، المرأة التي عليها العدة تحرم حتى تتم العدة، لقوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تتم العدة. المطلقة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تتم عدة الطلاق، إن كانت حامل حتى تضع، وإن كانت غير حامل حتى تحيض ثلاث حيضات. قوله: والمستبرأة، كذلك التي حاضت تستبرئ رحمها، لا يجوز أن يتزوج المستبرأة حتى تتم الاستبراء، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبي أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضا. إذا جاهد المسلمون الكفار ونصرهم الله وسبوا نساءهم، فإذا أعطى القائد بعض المجاهدين امرأة فلا يجوز أن يقربها حتى يستبرئها، إن كانت حامل حتى تضع، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضا، ويعلم أن رحمها خالي من الحبل. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يجوز أن يطأ الحامل وهي حامل، لا يجوز أن يطأها حتى تضع الحمل. رواه أحمد والترمذي وأبو داود رحمهم الله. وزاد: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، يعني إن كانت حامل حتى تضع، وإن كانت غير حامل حتى تحيض حيضا، ويعلم أن رحمها ليس فيه حمل. قوله: والزانية حتى تتوب، لا يجوز الزواج بالزانية حتى تتوب، لقوله جل وعلا: والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تابت جاز، والدليل انقضاء العدة ما تقدم قريبا. فائدة: توبة الزانية على المذهب أن تراود فتمتنع، يعني يطلب منها الزنا فتمتنع، هذا علامة توبتها. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس رضي الله عنهم. قيل لعمر: كيف تعرف توبتها؟ قال: يريدها على ذلك، يعني يطلب الزنا، فإن طاوعته لم تتب، وإن أبت فقد تابت. ونصر هذا القول ابن رجب، ورجحه ابن القيم وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمهم الله. وقيل توبتها كتوبة غيرها، ندم واستغفار وعزم على ألا تعود، صححه في المغني ومال إليه الشارح وقدمه في الفروع. قوله: مطلقته ثلاثا، إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره، لقوله تعالى: فإن طلقها، أي الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، زواجا شرعيا لا حيلة.
ولا ينكح كافر مسلمة. الكافر لا يجوز أن ينكح مسلمة ولا مسلم. في حديث عثمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمرأة إذا كانت حامل، إذا كانت محرمة أو الرجل محرم، فلا يجوز للمحرم أو المحرمة النكاح حتى تتم النسك. قال: ولا ينكح كافر مسلمة ولا مسلم ولو عبدا كافرة. لا يجوز للمسلم أن ينكح كافرة إلا حرة كتابية، يجوز للمسلم أن يتزوج حرة كتابية. ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت، أي يخاف الوقوع في الزنا، إلا أن يخاف عنه العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول أي عن ملك شراء حرة أي زواج حرة أو ثمن أمة. ولا ينكح عبد سيدته، العبد لا يتزوج سيدته، ولا سيد أمته، السيد لا يتزوج أمته. قال: يجوز للحر أن يتزوج الأمة بشرطين: إذا خاف الوقوع في الزنا ولا يقدر على أن يتزوج حرة، ولا عنده ثمن أمة. فيجوز نكاح الأمة بشرطين: الأول أن يخاف عنة العزوبة، أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا. الثاني أن يعجز عن طول حرة، يعني عن تزوج حرة وثمن أمة، لا يقدر، ليس عنده مال يتزوج حرة، وليس عنده مال يشتري أمة، فيجوز أن يتزوج الأمة المسلمة. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يجوز له ذلك مع عدم الشرطين، لكن الصحيح أنه لا بد من الشرطين: أن يخاف على نفسه من الزنا، وأن لا يقدر أن يتزوج حرة، ولا عنده قيمة أمة. تنبيه: إذا تزوج الحر الأمة بشرطه فولده منها رقيق، أولاده يكونوا عبيد لسيدها، إلا أن يشترط الزوج حريته. قوله: ولا ينكح عبد سيدته، العبد السيد، العبد لا يتزوج سيدته وفاقا للثلاثة، ولذلك دليل وتعليل. أما الدليل فما رواه الأثرم رحمه الله بإسناده عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى عمر رضي الله عنه ونحن بالجابية، اسم مكان، وقد نكحت عبدها، فانتهرها عمر رضي الله عنه وهم برجمها وقال: لا يحل ذلك، لا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. وأما التعليل فلأن أحكام الملك والنكاح تتناقض، إذ ملكها إياه يقتضي وجوب نفقته عليها وأن يكون بحكمها، ونكاحه إياها يقتضي عكس ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج عبدها. وقال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: ولهذا منع العبد من نكاح سيدتي للتنافي بين كونه مملوكها وبعلها، وبين كونها سيدته وموطوءته، وهذا أمر مشهور بالفطرة والعقول تقبحه، وشريعة أحكام الحاكمين منزهة عن أن تأتي به. قوله: ولا سيد أمته، لا يجوز للسيد أن يتزوج مملوكته، يعني لا يتزوجها بعقد نكاح، لأن ملكه إياها أقوى من ذلك، بل يطأها إذا شاء متى شاء لأنها مملوكة. قال تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فالأمة المملوكة يجوز لسيدها أن يأتيها
لأنها مملوكة، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، للرجل الحر أن يتزوج، وللحر نكاح أمة أبيه إذا كان أبوه يملك امرأة فيجوز للولد أن يتزوجها، وللحر نكاح أمة أبيه أي ملك أبيه دون أمة ابنه، وأما أمة ابنه فلا، أي ما لم يكن الأب يستمتع بها، بشرط أن يكون الأب لا يستمتع بها، وأما إذا كان يستمتع بها فلا يجوز للولد أن ينكحها، لما روى مالك رحمه الله في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهب لابنه جارية أي مملوكة، فقال لا تمسها، لكن منعه أن يجامعها، فإني قد كشفتها. وفي الموطأ أيضا رحمه الله أن سالم بن عبد الله وهب لابنه جارية فقال لا تقربها، فإني قد أردتها فلم أنشط إليها. ونقل في الموطأ آثاراً عن الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، قوله دون أمة ابنه، فإذا كان ابنك يملك أمة لا يجوز أن تنكح أمة ابنك. وفاقاً لمالك والشافعي رحمهم الله وقيل يجوز، وبه قال أبو حنيفة، التعليل في ذلك وجود إعفاف الابن، وجوب إعفاف الابن أباه، أن يجوز يجب على الابن أن يعف أباه عند حاجته، إلا النكاح، إلى النكاح، وإذا وجب عليه إعفافه كان واجباً، كان واجداً للطول. وهنا تعليل آخر هو أن أمة ابنه له فيها شبهة، له فيها شبهة ملك، بدليل قوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك، وشبهة الملك تمنع من النكاح كالأمة المشتركة بين رجلين. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه، أو مكاتبه الزوج الآخر، وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه، انفسخ نكاحهما، إذا اشترى الزوج المرأة فسد نكاحهما، إذا اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. والتعليل في ذلك أن ملك اليمين أقوى من النكاح فيزيله، ومن حرم وطئها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. أي فتحل وفاقاً للثلاثة لعموم قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد وإبقاؤه مع كافرة، وهذا معدوم لبطئهن بملك اليمين لأنها أما مملوكة. ولأن نكاح الإماء من أهل الكتاب إنما حرم من أجل إرقاق الولد، أي حتى لا يكون الولد مملوك، وإبقاؤه مع كافرة، وهذا معدوم بوطئهن بملك اليمين، إذا وطئ أمة بملكه فأولادها أولاده إذا كان منه. فإذا قال الشيخ الإمام ابن تيمية رحمه الله ولا يحرم في الجنة زيادة العدد
والجمع بين المحارم. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل، ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبيين أمره. لا يجوز أن يتزوج الرجل خنثى التي هي فيها ذكر وفيها فرج، لا يحل نكاح الخنثى المشكل حتى يتبين أمره، فإذا تبين أنها أنثى زاج وإلا فلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد العزيز السلمان رحمه الله في المناهل الحسان موعظة، عباد الله، صفحة 7، عباد الله، أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. اللهم وفقنا يا رب العالمين، يعني الذي يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والكلام الذي لا يليق ويحفظ فرجه، الله الرسول عليه الصلاة والسلام يضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه، يعني اللسان، يكف لسانه عن الباطل، وما بين رجليه أي فرجه، أضمن له الجنة. فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا من كل كلام باطل، ونحفظ فروجنا عن الحرام. عباد الله، إن هذا الحديث على إيجازه، يعني مع أنه مختصر، ليحتوي على وصية ثمينة من أبلغ الوصايا وأقيمها وأجلها وأنفعها، فقد اشتمل على الأمر بحفظ عضوين عليهما مدار عظيم حقيقين بتعاهدهما بالرعاية والاستقامة والرقابة والصيانة، ألا وهما اللسان والفرج. ولا شك أنهما إن أطلق سراحهما في الشهوات واللذات وطرق الغي والفساد كانا أصلاً للبلاء والفتنة والشر والهلاك. فيجب علينا أن نحفظ ألسنتنا عن كل ما يغضب الله، ونحفظ فروجنا عن كل ما حرم الله. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، واعصمنا من المعاصي، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من وقي شر قبقبه وذبذبه ولقلقه فقد وجبت له الجنة. الحديث أخرجه منصور الديلمي رحمه الله من حديث أنس رضي الله عنه. والقبقب البطن، أي يحفظ بطنه عن الحرام، والذبذب الفرج يحفظ فرجه عن الحرام، واللقلق اللسان يحفظ لسانه عن الحرام. فالذي يحفظ بطنه عن الحرام ويحفظ فرجه عن الحرام ويحفظ لسانه عن الحرام، الله تعالى يدخله الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فهذه الشهوات بها يهلك أكثر الخلق، وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل النار فقال: الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. فعلينا أن نحذر من الكلام الذي يحرمه الله. فالعاقل من يبصر مواقع الكلام ويحفظ لسانه من الفضول والهذيان، ولا يتعدى بفرجه زوجته وما ملكت يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذا فهمت ذلك فاعلم أن زلات اللسان عظيمة، فزلة من زلاته قد تؤدي بالإنسان
إلى الهلاك والعطب ومفارقة أهله وولده وأصدقائه وجيرانه، فليحذر الإنسان مما يجري به لسانه. لا تتكلم إلا بعدما تفكر هل هذا الكلام يرضي الله أم لا. قال صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث. وعن سعيد بن جبير رحمه الله مرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان، أي تقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو يمد لسانه بيده رضي الله عنه، فقال له: ما تصنع يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هذا أوردني الموارد، أي أوقعني في المهالك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء من الجسد إلا يشكو إلى الله اللسان على حدته. فعلينا أن نحفظ ألسنتنا عن الكلام الذي لا ينفع. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان على الصفا يلبي ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. فقيل: يا أبا عبد الرحمن، أهذا شيء تقوله أو شيء سمعته؟ فقال: لا، بل شيء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. اللهم احفظنا يا رب العالمين. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كف لسانه ستر الله عورته، ومن ملك غضبه وقاه الله عذابه، ومن اعتذر إلى الله قبل الله عذره. فعلينا أن نكف ألسنتنا عما لا ينفع، وأن نكف غضبنا ونصبر، وأن نعتذر، وأن نتوب إلى الله ونستغفر. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال صلى الله عليه وسلم: اخزن لسانك إلا من خير، فإنك بذلك تغلب الشيطان. إذا مسكت لسانك تغلب الشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم المؤمن صموتاً، أي كثير السكوت، وقوراً فادنوا منه، فإنه يلقن الحكمة. وأخرجه ابن ماجه رحمه الله من حديث خلاد بلفظ: إذا رأيتم الرجل قد أعطي زهداً في الدنيا وقلة منطق فاقتربوا منه، فإنه يلقى الحكمة. ولا تحسبن حفظ اللسان قاصراً على الصمت في موضعه أو الكلام، بل يتعدى إلى حفظه من طعام مشبوه، أي تجنب الطعام الذي فيه شبهة أو حرام. وإن من المعلوم أن اللسان هو الوسيلة لمضغ ما يأكله المرء وقذفه في المعدة بيت الطعام ومستقره، وليصنه من الزلل والحرام، فهو خير له في عاقبة أمره. وأما حفظ الفرج فبترك التعدي على أعراض الناس وحرماتهم، ووضعه في الحلال في الطرق المشروعة، وكفه عن الزنا والحرام. والزنا آفة وبيلة على المجتمع الإنساني، وقد بينا مضارة في الجزء الثاني، والله أعلم. عباد الله، إذا حضرتم إلى الصلاة فأحضروا قلوبكم مع الأبدان، وقوموا بين يدي الله عز وجل بخضوع وخشوع وهيبة ووقار
واستكانة وتعظيم. ألا فراقبوا الله واعرفوا قدر من قمتم له فعظموه وهابوه. فقد روى بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، قال: القنوت الخشوع في الركوع والسجود وغض البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل، أي خوفاً من الله عز وجل. وكان العلماء رحمهم الله إذا قام أحدهم للصلاة هاب أن يتلفت أو يعبث بشيء من شؤون الدنيا إلا ناسياً، لأنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه إلا ما عقل منها. فعليه أن يتدبر ويتفهم ما يتكلم به من قراءة وتسبيح وتكبير وتهليل. والمقصود من الركوع والسجود وهو الخضوع لله، ويستحضر القيام بين يدي الله عز وجل، وأنه إن لم يكن يرى الله فإن الله يراه. وكان بعض التابعين رحمهم الله إذا قام إلى الصلاة تغير لونه، وكان يقول: أتدرون بين يدي من أقف ومن أناجي؟ من منا في قلبه مثقال هذا الإجلال والهيبة والتعظيم لبديع السماوات والأرض؟ ولقد بلغنا أن من تعظيمهم لله ولأمره أن أحدهم كان إذا فاتته تكبيرة الإحرام عزوه في مصيبة رحمة الله عليه. اللهم ثبِّت محبَّتك في قلوبنا وقوِّها، ووفِّقنا لشكرك وذكرك، وارزُقنا التأهُب والاستعداد للقائك، واجعل ختام صحائفنا كلمة التوحيد، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين.